نتعرف على ان الروائع جنت عودتنا على كل شيء جديد بعالم المجوهرات، الساعات وايضا الحقائب. طبعا احنا موجودين اليوم بوتيك فاندير بويد، طبعا راح نتعرف على الكولكشن الجديد، شنو اشياء جديده نزلت عندهم. طبعا كنا مقبلين على موسم اعياد ومناسبات، ونرحب بالاستاذ ياسر عبد الوهاب المدير التنفيذي لشركه روائع جنيف للساعات. مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير، واهلا وسهلا فيكم، واهلا بحبايبنا وشركائنا الاستراتيجيين تلفزيون الراي. طبعا احنا مستمتعين بتواجدنا بهالبوتيك المميز، وانا يعني خذيت لي مثل ما يقولون يعني تمشيت داخل البوتيك، وعندكم وايد اشياء جديده وكولكشن جديد. ومن الاشياء الجديده اللي موجوده عندكم اللي هي ماركه جيان فرانكو فري، فتكلمنا شنو الجديده بهالماركه. تمام، بالبدايه بنرحب فيكم ببوتيكنا الجديد فاندير بويد بالافنيوز ركن المجوهرات، وهو من احدث البوتيكات اللي تم افتتاحها، وكانت تقريبا صار لها الحين تقريبا ما يقارب السنه. الحين بيسعدنا ان نعرف على الجمهور الكريم على احدث صيحات اللي منزلينها نحن ببوتيكنا من الكوليكشن العالمي جيان فرانكو فري. لما عم نحكي على جيان فرانكو فري عم نحكي على دار من اعرق عالم الموضه والازياء والتصاميم والجلديات والعطور، ونضاف عليها النجم الساطع ساعات جيان فرانكو فري. اليوم بنتشرف انه نكون اول دولة بالخليج بنطرح تشكيلة الدانسينج دايموند من جيان فرانكو فري. الجديد اللي هو الدانسينج دايموند اللي موجودين الحين بوتيك، اللي موجودين احنا بالضبط بالافنيوز. فشنو الالوان، شنو الانواع الجديده المتوفره فيه، شنو الاسعار بعد اذا حبينا نعرف؟ بدايه بحب اعطي فكره للجمهور الكريم عن الكونسبت اللي انطلقت منه الجيان فرانكو. نعم. والدانسينج دايموند حصرا الكونسبت هو كونسبت حصري ومميز، وتم تسجيل اختراع براءه له حصريا باسم جيان فرانكو، ومن خلاله بتكون في قطعه الماس في وسط الساعه معلقه بطريقه دائما تعطي انطباع وحركه باستمرار مع اي حركه بسيطه لليد، وبطبيعه الحال بتعطي ريفليكشن ولمعه كثير كبير. هي بالنسبه للست عامل كثير مهم، لانه السيده دائما بتحب تلبس شيء مميز، شيء الكل يطالع الايد تبعها ويلفت انتباهها. من هالعنصر اجت جيان فرانكو فري واضافت بصمه جدا مميزه. طبعا عم تتواجد الجيان فرانكو فري بالدانسينج دايموند بعده الوان وبعده اصدارات، منا عم نتجه لقسم الاطار المعدني، السوار المعدني، ومنا عم نتجه للسوار الجلد. بالنسبه للسوار المعدني عم بنطرح في عده الوان، الروز جولد، فول روز جولد، وعم بيكون الفول يلو جولد، وعم بيكون الفول ستانلس ستيل الوايت. ما في ميكس بينهم؟ بالاضافه لذلك اضافت اليوم وحطت الميكس من خلال لونين، الميكس الستيل مع اليلو جولد والستيل مع الروز جولد. فاذا الست ما راح تحتار ابدا كيف ما راح يكون توجهها وذوقها بالنسبه للمجوهرات. نعم. تلاقي الساعه اللي تناسبها. لكن معدل الاسعار ما ذكرت لنا استاذ ياسر. تماما، هلا قبل ما ارجع لك للاسعار برجع بقول لك يعني هي الكلمه او المصطلح، مصطلح محبب للمراه دانسي، مصطلح محبب للدايموند بعد، ودايموند مصطلح محبب، ما في احد الدايموند. فاذا يعني ما في مهرب من الساعه، ما في مهرب من الساعه. اللي تابعنا الحين على طول لازم ياخذ حق مرته من هالساعات المميزه، لانها هي ساعه وبنفس الوقت فيها دايموند. تمام، مثل ما تكلمنا بالنسبه للسوار المعدني والالوان منه، اليوم نجحت جيان فرانكو فري بانه تطرح تشكيله الوان جدا عصريه بالنسبه للون سوار الجلد. يعني طرحت اللون الابيض، طرحت اللون الدارك جراي، طرحت اللون البلو، طرحت اللون الريد، طرحت اللون المارون، فكان في تشكيله من الالوان
متعددة بحيث تناسب كافة احتياجات ومناسبات المرأة. نعم. والإضافة للشعر بيت أنه كذلك الأمر في إمكانية دائما استبدال السوار الجلدي للساعة بحيث أنه دائما تعطي لوك جديد، لأنه بالأساس عم بتكون القاعدة الأساسية واللي هي علبة الساعة ثابتة تكون؟ تكون لونها ثابت لكن بتماشى مع كافة الألوان السوار الجلدي. يعني تقدر السيدة اللي تتابعنا، المرأة اللي تتابعنا، إذا هي لابسة اليوم وردي لابسة أحمر تغير، تاخذ اكثر من سواره وتغير. بالرغم من انه الكوليكشن مميز بيحتوي على كميه الماز تفوق ما يقارب من نصف قيراط الى قيراط في في اس من انقى انواع الدايموند، اليوم كانت اسعارنا كثير منافسه ليس على مستوى الكويت ولكن على مستوى البان جلف بالمنطقه ككل. نعم. تبتدئ اسعار الجيان فرانكو فري دانسينج دايموند من ال 250 دينار وبتوصل لغايه ال 500 دينار حسب كمية الدايموند. نعم. لكن طبعا في إصدارات ليميتد إديشن بتكون هاي ما يقارب فيها من 4 قيراط ألماس وما فوق، بتكون أسعارها ما تفوق 5000 دينار وصاعد يعني. نعم طبعا أسعار مثل ما ذكرت اللي يعني يبي أسعار مناسبة في تماماً. أسعار مناسبة، اللي يبي دايموند أكثر مواصفات أكثر في كل شيء متوفر. لكن طبعا نتكلم عن ماركة عريقة أخرى من طبعا من روائع جنيف اللي هي فان دير بويد، فتكلمنا شنو الجديد فيها الحين؟ فان دير بويد انطلقت شراكتنا مع فان دير بويد من عام 2012. نعم. واصبحنا الوكلاء الحصريين لماركه فان دير بويد بالكويت. فان دير بويد هي ماركه فرنسيه بتنطلق اصولها الى اكثر من 100 عام. يعني بداية كانت من عام 1899. الفان دير بويد هي عبارة عن شركة عائلية يعني توارثتها أجيال. نعم. وأكملت المشوار وأكملت الانطلاقة، والحمد لله استطعنا خلال فترة وجيزة. نعم. أن نضع بصمة مميزة لفان دير بويد وأن نثبت كفاءة المنتج وقوة التصميم وإتقان المصنع في هذه القطعة. فان دير بويد عم يكون فيها تشكيلتين مختلفين. التشكيلة الأولى اللي هي بنسميها نحن الأبر إند. نعم. كوليكشن فان دير بويد واللي هو بيكون كله عبارة عن ذهب وألماس. نعم. وهون عم نحكي عن تشكيلة كل منتجاتها عم تكون ليميتد إديشن وعم تتراوح أسعارها بداية من ما يقارب 1500 وأنت صاعد. طبعا كل ما زاد الالماس او زاد وزن الذهب بيكون الاسعار بتكون اكثر بكثير، من 1500 بتكون بالستانلس ستيل مع الدايموند. ومؤخرا طرح الفان دير بويد نتيجه الرغبه الشديده من انه بقيه شرائح المجتمع انه كمان يتمتعوا باقتناء الساعه المميزه، طرح كوليكشن في دي بي وهي اختصار للفان دير بويد، ولكن كانت في دي بي باي فان دير بويد. هون استطاع ان يطرح منتج فريش بكل معنى الكلمة للمرأة. شو المواصفات هالمنتج؟ المنتج جمع بين عراقة الماركة كاسم وكإتقان مصنعية وكتصميم، ولكن طرحه بسعر كان أكثر أقرب من بقية شرائح المجتمع بحيث أوجد سلعة تتراوح سعرها من 200 دينار لتوصل لل 600 دينار بحد أقصى. فالشخص السيدة اللي حابين كمان انه يكونوا فخورين باقتناء الفان دير بويد الان اصبح السبيل متاح. نعم. موجودة تشكيلة بهذا الاسعار. تعرف عليه الحين وسائل التواصل الاجتماعي قاعد يعني تساعد اي منتج انه يوصل لكل بيت ولكل شخص،
فشنو يعني نشاطكم ونشاطاتكم كروائع جنيف على الانستغرام على تويتر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام؟ والله مثل ما تفضلتي نحن الحمد لله موجودين بالسوق منذ أكثر من 40 سنة. نعم. وللأمانة الوقت عم بتغير والعصر عم بتغير والأساليب التقليدية في الدعاية والإعلان الآن بديت تتجه وتأخذ منحة ثانية. نعم. نحن بالشركة بإدارة الشركة طبعا لاحظنا هذا الموضوع وابتدينا مثل ما بقول نواكب الموج ونتجه بنفس الاتجاه الترند اللي متعارف عليه. اليوم نحن في عنا مواقع تواصل اجتماعي قوية جدا. أنا بحب أنتهز هذه الفرصة أني أوجه دعوة للجمهور الكريم ليزورنا على موقعنا بالفيسبوك، على موقعنا بالإنستغرام، على موقعنا بالتويتر، الويب سايت تبع الشركة، ورح يكون فرصة ليتعرف عن قرب إلى أحدث وآخر ما طرحته الشركة، إضافة إلى ذلك إلى آخر وأحدث عروض الشركة. بهالمناسبة أنا بحب أني أعلن للجمهور الكريم أنه اليوم نحن قررنا أنه نعمل مسابقة شيقة جدا وحلوة جدا وممتعة جدا. مسابقة راح تكون عبارة عن أنه العميل بتواصل معنا على موقعنا بالإنستغرام جنيف نوفلتيز KW وبيدخل على مسابقة بيجاوب من خلالها على سؤال وبيدخل السحب على ليرة ذهب عيار 24. وإن شاء الله نحن عنا الذهب كتير والخير كتير والهدايا كتيرة، وكل ما زاد عدد المشتركين كل ما رح يكون في نصيب أوفر للفوز بالهدية. طبعا يعني مسابقة شيقة تعطي الدافع أن الناس تدش على انستغرام وتتابع شنو جديد عندكم وتجاوب على السؤال، وبس ما نقشش اللي تابعونا شنو هو السؤال وشنو الجواب عشان نسهل عليهم. أبدا لا، نحن ما رح نغشش حدا، بس هو ليجاوب على السؤال لازم يزور البوتيك ولازم يشرفنا بزيارة ليتعرف على الجواب بنفسه. طبعا موجود بالأفينيوز البوتيك، بوتيك طبعا فان دير بويد موجود بالأفينيوز سوق الذهب، وموجود طبعا أول ما واحد يدش السوق يكون دايركت بالويه ما شاء الله. بوتيك فعلا مميز، واللي يبي يجاوب على يعني السؤال راح ياخذ الهدية اللي هي موجودة هنا عندنا طبعا. تماما نخليهم يشوفونها. تماما نحن منحب انه نطرح هذه هي الهدية، كهالهدية. طبعا انا راح اخذ السؤال الحين، راح يقششوني وادش بالسحب ويمكن اخذ هالليرة هدية كمان مرة، يصير اربح دايركت بدون ما اجاوب السؤال 100% يعني. خلاص عيل انا ربحت اليوم. يعطيك العافية استاذ ياسر، والله يوفقك ان شاء الله، والحوار شيق معاك. وشنو حاب تقول حق كل شخص الحين يتابع الراي وبرنامج مسائي، شنو حاب تقول لهم عن روائع جنيف؟ نتشكركم كثير على متابعتكم لنا، وان شاء الله نكون نحن ضيوف خفاف وحلوين على قلوبكم، وننتهز هالفرصه لنتقدم لجمهورنا الكريم اول شيء لمقام حضره صاحب السمو ومقام الحكومه الرشيده والشعب الكويتي الكريم وكل شريف على ارض الكويت بابرك التهاني بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك. اعاد الله علينا وعليكم وعلى الجميع بالخير واليمن، والله يديم النعمه والله يديم الامن والامان، وألف شكر لكم على جهودكم. يعطيك العافية، وكل شكر لك أستاذ ياسر عبد الوهاب مدير تنفيذي لشركة روائع جنيف على الحوار الشيق. مشاهدينا طبعا برنامجنا مستمر، ناخذ فاصل بعد الفاصل نكمل باقي فقراتنا الدائمة.